بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو بطاقة رقم 12 من بطاقات التعلم الذاتي، وهي بطاقة تتحدث عن تغيرات الطاقة المصاحبة للتفاعلات الكيميائية. طبعا هذا الكلام من مبحث الكيمياء للصف العاشر. في البداية، ما هي مفهوم الطاقة؟ طبعا الطاقة هي القدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير في أي نظام. طبعا وفي النظام الدولي هي تقاس بوحدة الجول، ودائما التفاعلات تكون مصحوبة بشكل من أشكال الطاقة. هذه الشكل قد يكون حراري، قد يكون كهربائي، قد يكون ضوء. بمعنى عندي ثلاث أنواع، إما حرارية أو كهربائية أو ضوئية. طبعا هنا في هذه الحالة تنتج تغيرات على الطاقة المصاحبة للتفاعلات تسمى التغير في المحتوى الحراري، طبعا سواء للمواد المتفاعلة أو الناتجة، ويسمى المحتوى الحراري طبعا رمزه H، وهو تعبير عن تعريف المحتوى الحراري عن الطاقة المخزونة في التفاعل سواء كانت متفاعلة أو ناتجة. طبعا قبل أن نشرح هذه الجزئية، كمثال على الحراري وهو احتراق الوقود، طبعا احتراق الوقود سيكون طارد، بمعنى أنه سينتج طاقة، بينما مثلا في بعض الأنواع من التفاعلات تكون ماصة للطاردة. الكهربائي مثل الخلية الجلفانية، طبعا سنتطرق إلى جزئية الطارد والماص في جزئية أخرى. أو جهاز هوفمان، طبعا جهاز هوفمان لمن لا يعرفه هو تحليل الماء عن طريق الكهرباء. إذا هنا تنتج طاقة كهربائية أو تحتاج إلى طاقة كهربائية. الضوئية مثل البناء الضوئي، ومثل أيضا احتراق شريط المغنيسيوم. البناء الضوئي يحتاج طاقة، وشريط المغنيسيوم ينتج طاقة ضوئية. طبعا نرجع، طبعا تعلمنا سابقا أن دائما التفاعلات إما أن يصحبها تكسير في الروابط، ومقابل تكسير هذه الروابط تكوين روابط جديدة. فبالتالي المحتوى الحراري الناتج عن المواد المتفاعلة والناتجة يصبح متغير، وهذه الحالة يعبر عنه التغير في المحتوى الحراري للمواد تسمى بحرارة التفاعل. إذن حرارة التفاعل التي تسمى دلتا اتش هي التغير في المحتوى الحراري للتفاعل، ويسمى التغير أو حرارة التفاعل للمواد الناتجة ناقص المواد المتفاعلة. وهنا دائما يكون مصحوب إما بتفاعلات طاردة أو تفاعلات ماصة للحرارة. التفاعلات الطاردة هي التفاعلات التي تعطي طاقة عند حدوثها، بالعكس التفاعلات الماصة هي التي تستهلك طاقة عند حدوثها. وفي هذه الحالة المحتوى الحراري للمتفاعلات لأنها تنتج طاقة يكون أكبر من المحتوى الحراري للنواتج، وهنا العكس، المحتوى الحراري للنواتج هي أكبر من المحتوى الحراري للمتفاعلات. مثال عليها هنا مثلا تحلل كربونات الكالسيوم بالحرارة فتعطي أكسيد. طبعا كربونات الكالسيوم لمن لا يعرفها هي CaCO3. لو قمنا بتفاعل طبعا عند 900 درجة سينتج عندي، طبعا لأنه هو عبارة عن تحلل حراري، أكسيد الكالسيوم أو ما يعرف الجير الحي، زائد ثاني أكسيد الكربون، ويعطيني الطاقة، فهو ماص الطاقة، لكن هنا ينتج طاقة في تفاعلات أو تفاعل التعادل بين الحمض والقاعدة. طبعا هنا يوجد نوعين في التفاعلات، طبعا التفاعل الماص والطارد. هنا رسمة التفاعل، طبعا أنا أنصح من يحفظ أن يحفظ أو يفهم رسمة واحدة والثانية العكس. بمعنى هنا أثناء سير التفاعل المتفاعلات تكون أقل، بينما النواتج تكون أعلى بالدلتا اتش حسب التفاعل الماص، بينما الطارد العكس، المتفاعلات الدلتا اتش لها يكون أعلى من
النواتج. وبالتالي هنا يريد منك أن تتأمل هذه الصور وتعرف ما هي شكل الطاقة المتوفرة في كل من هذه الصور، وما هي التحولات الطاقة الحاصلة، وما مصدر الطاقة الناتجة عن كل منها. طبعا أنا قمت بتجميعهما. طبعا المدفأة هنا هي عبارة عن طاقة حرارية وتحولت إلى طاقة طبعا من كيميائية، لأن هنا طبعا يكون وقود إلى حرارية. أين الطعام؟ طاقة حركية، والتحولات الطاقة فيها من كيميائية إلى حركية. البطارية طاقة كهربائية، والتحولات كانت من كيميائية إلى كهربائية. وقود السيارة طاقة حركية، وتحولاتها من كيميائية إلى حركية. لكن جميعها ما هي؟ جميعها هي عبارة عن تفاعلات كيميائية. تمام. في السؤال الأخير طبعا هنا يقول لك نوع التفاعل وفق التغير الطاقة المصاحبة وشكل الطاقة بالنسبة للخلية الجلفانية، احتراق الميثان، البناء الضوئي، خلية التحليل الكهربائي. طبعا بالنسبة للخلية الجلفانية هي عبارة عن تفاعل طارد، والطاقة التي الناتجة عنها هي طاقة كهربائية، والمقابل لها وهو تفاعل هوفمان أو جهاز هوفمان يكون تفاعل ماص ويمتص طاقة. احتراق الميثان والطارد طبعا ينتج احتراق، كل هيتو يكون طارد للحرارة. البناء الضوئي ماص لأنه يمتص طاقة ضوئية، بينما المقابل له احتراق شريحة المغنيسيوم يكون طارد. خلية التحليل الكهربائي ماص وهي طاقة كهربائية. طبعا في السؤال الآخر يريد منك أن تعرف التغيرات الطاقة المصاحبة للتفاعلات الكيميائية من حيث التعريف، من حيث المحتوى الحراري وإشارة الدلتا اتش ومثال. طبعا الحل كالتالي، هنا التعريف التفاعلات الماصة هي التفاعلات التي تحتوي طاقة لحدوثها أو تحتاج طاقة لحدوثها، بينما التفاعلات الطاردة هي التفاعلات التي تنتج طاقة عند حدوثها. المحتوى الحراري للنواتج والمتفاعلات، طبعا المحتوى الحراري للنواتج أكبر من المحتوى الحراري للمتفاعلات، بينما هنا يكون المحتوى الحراري للمتفاعلات أكبر من النواتج، وبالتالي الدلتا اتش إشارتها تكون سالب في الطارد بينما موجب في الماص. ومثال عليها هنا تحلل كربونات الكالسيوم، تفاعل حمض هيدروكسيد الكالسيوم مع الصوديوم. طبعا سؤال تفوق، اذكر ثلاث وحدات مختلفة لقياس الطاقة، وهي عبارة عن اللي هي الجول طبعا والسعر والكيلو وات. طبعا الجول والسعر والكيلو وات في الساعة. طبعا بما أن المحتوى الحراري للمتفاعلات يختلف عن المحتوى الحراري للنواتج، كيف يتفق ذلك مع قانون حفظ الكتلة؟ وهذا السؤال لأن فرق الطاقة إما أن يكون طاقة ناتجة من تفاعل كما هو في التفاعل الطارد، أو طاقة يمتصها التفاعل كما في التفاعل الماص، وبالتالي هنا سيكون لا يوجد أي خلاف بجزئية قانون حفظ الكتلة. طبعا نذكر أن هذا الدرس تم شرحه من الكتاب، والشرح أيضا موجود في فيديو سابق في قوائم التشغيل، ستجد في قائمة فيزياء كيمياء الصف العاشر الفصل الثاني. إن شاء الله المرة القادمة سنقوم بشرح لجزئية استخدام المعادلة الكيميائية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.